مرحبا مواليد برج الحوت معكم كارمن شماس اليوم بدي احكي لكم عن الاسبوع من الاثنين 13 للاحد 19 تموز يوليو اسبوع مفروض يكون اسبوع جيد لانه الشمس ما فيكم تنكروا انه الشمس موجوده برج السرطان نوعا ما تتناغم معكم تنسجموا مع والامور مفروض تمشي بطريقه جيده ولا يوجد سلبيات اجمالا لا يوجد سلبيات بهذا الاسبوع في شغل عم بيبدا عندكم من اول يوم في هالاسبوع حتى اخره بيبدا بشغل وبينتهي باحتفال هذا الاسبوع مثل ما شايفين انا شايفه انه اسبوع كتير حلو اسبوع ممتاز اسبوع مثمر وبيعطيكم حقكم وحبه مسك التنين مثلا التنين يبدا هذا الاسبوع والقمر موجود ببرج الحمل في بيت المال ما في اي مشكل مواليد برج الحوت أنتم باوضاع فلكيه ممتازه كل ما يكون الامر بمنطقه معينه بتتسلط الاضواء بطريقه ايجابيه على هذا الموضوع. الامر موجود ببيت المال يوم الاثنين وباقي ببيت المال حتى الساعه 8:30 المساء توقيت بيروت يعني 5:30 توقيت العالم بعد الظهر. بتتسلط الاضواء على هذه الامور وعلى الارجح له علاقه بتحسين اوضاع عائليه منزليه العايله الاولاد ومش بطريقه سلبيه. على قلبكم احلى من العسل. إذا عندكم مناقشات إذا عندكم ملفات تابعوها وما تخافوا من شيء ابدا على الاطلاق لكن حضروا اوراقكم حضروا اعمالكم اذا بتحبوا تاجلوا لغير يوم كمان ليش لانه الاثنين خمسة ونص بعد ظهر توقيت العالمي بيوصل القمر لبرج الثور وبيبقى ببرج الثور حتى الخميس خمسة وثلث صباحا توقيت العالمي فترة وجود القمر ببرج الثور بعتبرها فترة ممتازة رائعة حلوة كتير لموالي برج الحوت لحتى يكونوا قادرين على حسم وبد ودرس التفاصيل ونقاشها وربحها وإعادة تقييمها والسؤال عنا عندكم قدرة لحتى تشوفوا التفاصيل تحكوا فيها بجرأة وعندكم صوت بيوصل طبعا مش بالضرورة بطريقة سلبية توصلوا صوتكم لأنه صوتكم واصل فترة ممتازة ما رح أقول لتخدموا فيها الأسبوع لكن فترة ممتازة للشغل للإيميلات للمقابلات لحتى تحكم مع ناس مهمين لحتى تناقشوا لحتى تواجهوا عندكم أفكار ولا أروع من هيك ولا أقوى من هيك الخميس على الخمسة صباحا توقيت العالمي ثمانية وثلث صباحا توقيت بيروت بينتقل القمر لبرج الجوزاء حان الوقت لمواليد برج الحوت انه يرتاحوا حان الوقت لتغطوا لتهتموا ببيتكم كنتوا كل الاسبوع عم تركضوا عم تشتغلوا كنتوا بالبيت عم تشتغلوا او برات البيت رح بتلاحظوا انه بس لما يوصل القمر لبرج الجوزاء طالع على بالكم انكم خلص ترتاحوا شوي تعبتوا نتفي بتحسوا انه لا لازم ترتاحوا لازم ترجعوا تاخذوا شويه طاقه شويه معنويات شويه حيويه تهتموا ببيتكم تشوفوا اولادكم شو صار يمكن قصرتوا يمكن ما قصرتوا يمكن انتم شخصيا بحاجه للعائلة هيدا الجو يستمر حتى السبت اثنين ونص بعد الظهر توقيت العالمي خمسة ونص بعد الظهر توقيت بيروت هاي هي الفترة يلي بتحسوا انكم عم بتناقشوا فيها عم تتضايقوا شوي حساسين شوي زيد عن اللزوم يمكن آه، فتره عاطفيه مش انه عاطفيه رومان رومانتك لا ايموشنال شوي المهم السبت اثنين ونص الظهر توقيت العالمي بيوصل الامر او بينتقل القمر لبرج السرطان وهون مواليد برج الحوت انسوا اللي صار عندكم صفحه ولا اجمل من هيك ولا احلى من هيك اجمل المفاجات اجمل التطورات يعني بيراضوكم ترتاحوا انفراج تقدم راحة بال الاجواء بتصير رائعه لمواليد برج الحوت وبتهيئ لكم المجال الارضي لحتى انتم تكونوا منتصرين فتره رائعه ولا اجمل من هيك وبالتالي كل الاسبوع بعتبره انا جيد لمواليد برج الحوت استفيدوا منه استفيدوا منه بانتظاركم تطور حلو على الصعيد الشخصي والعاطفي حتى مهنيا رح يطلع لكم اشياء كتير حلوه الاكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 11 ل 17 اذار مارس بدي اتمنى لكم اسبوع كتير حلو على امل لقاء مع الابراج اليوميه والشهريه ودعكم باي باي